السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن أنواع مرض السكري. مرض السكري فيه له عدة أنواع، كل نوع فيه له أسباب وميزات وطرق علاج مختلفة عن النوع الآخر. بالنسبة لسكري النمط الأول، كان فيه له تسمية قديمة سكري الأطفال، لأنه غالبية المصابين فيه هم الأطفال، لكن وجدوا إنها تسمية غير دقيقة، لأن سكري النمط الأول ممكن أيضا يصيب الأشخاص البالغين. ايضا سكري النمط الاول كان فيه له تسميه قديمه اللي هو السكري المعتمد على الانسولين، ايضا وجدوا انها تسميه غير دقيقه، لانه في ناس من سكري النمط الثاني ايضا معتمدين على الانسولين، فاتفقوا على تسميته سكري النمط الاول. سكري النمط الاول بشكل حوالي من 5 إلى 10% من غالبيه مرضى السكري، وغالبيه اللي بنصابوا فيهم من الاطفال. والسبب المباشر لسكري النمط الاول اللي هو جهاز المناعه. جهاز المناعة بقوم مهاجمة خلايا بيتا الموجودة بالبنكرياس اللي وظيفتها إنتاج الأنسولين، وهذا الإشي بيؤدي إلى منع إنتاج الأنسولين أو تقليل إنتاج الأنسولين بشكل كبير. والأطفال أو الأشخاص اللي بنصابوا بسكر النمط الأول بظلهم يعني طول عمرهم مستمرين على إبار الأنسولين، لأنه خلايا بيتا المنتجة للأنسولين يعني تم تدميرها بواسطة جهاز المناعة. وغالبية الأطفال اللي بنصابوا بسكر النمط الأول يكون في بآبائهم أو أجدادهم ناس مصابين بمرض السكري، فتعتبر الوراثة من أشهر أسبابه. بالنسبة لسكري النمط الثاني، كان قديما في له تسمية سكري البالغين، لكن وجدوا أنها تسمية غير دقيقة، لأن في بعض الأطفال ممكن ينصابوا بسكري النمط الثاني. أيضا سكري النمط الثاني كان له في تسمية قديمة اللي هو السكري غير معتمد على الأنسولين، لكن وجدوا أنها أيضا تسمية غير دقيقة، لأنه في ناس من سكر النمط الثاني معتمدين على الأنسولين، فاتفقوا على تسميته سكري النمط الثاني. سكر النمط الثاني بشكل حوالي 90% من مرضى السكري. والسبب المباشر لسكر النمط الثاني اللي هو عدم استجابة خلايا الجسم للأنسولين، فخلايا بيتا الموجودة بالبنكرياس بتقوم بإنتاج الأنسولين، لكن الأنسجة الجسم يعني ما بتستجيب لهذا الأنسولين. وعادة في بداية المرض سكر النمط الثاني بتعالج عن طريق أدوية بتزيد من استجابة الأنسجة الجسم للأنسولين، مثل دواء مساعد السكري اللي هو الجلوكوفيج أو الميتفورمين، لكن مع مرور الوقت بقل إنتاج خلايا بيتا بالبنكرياس من إنتاج الأنسولين، والمريض بيصبح بحاجة لأدوية بتقوم بتنشيط خلايا بيتا الموجودة بالبنكرياس على إنتاج الأنسولين، مثل دواء الأميريل أو الدأونيل. ايضا مع مرور الوقت ممكن يقل انتاج خلايا بيتا للانسولين بشكل كبير جدا، والمريض بيصبح بحاجة لابار الانسولين. واكثر من 60% من الاشخاص اللي عندهم سكر النمط الثاني في عندهم سمنة وزيادة بالوزن. وبالنسبة لسكر الحمل، يعتبر من الامراض الشائعة عند النساء الحوامل، واللي بتصل نسبة انتشاره ل4%. كل 100 امرأة حامل في احتمال 4 نساء ينصابن بمرض سكر الحمل. وبالرغم انه سكر الحمل بيختفي بعد الولادة مباشرة، الا انه يعني هذا المرض حساسيته بتكمن تأثيره على الطفل ومضاعفاته على الطفل، ايضا تأثيره على الام اثناء الولادة وبعد الولادة. طبعا السبب المباشر لمرض سكر الحمل اللي هي التغيرات الهرمونية اللي بتحصل عند المرأة، ايضا المشيمة بتقوم بافراز هرمونات تعمل على ايقاف هرمون الانسولين، ايضا بتعمل على منع هبوط مستوى السكر عن المستوى الطبيعي. وكردة فعل البنكرياس بقوم بزيادة إفراز هرمون الأنسولين، وممكن يعني كمية هرمون الأنسولين تزيد 3 مرات عن الطبيعي لمقاومة الهرمونات اللي بتفرزها المشيمة. لكن ممكن البنكرياس يفشل مقاومة تأثير الهرمونات اللي بتفرزها المشيمة، وهذا الإشي راح يتسبب بحصول مرض سكري الحمل. وطبعا في نساء معرضات أكثر للإصابة بمرض سكري الحمل، مثل النساء اللي عندهن زيادة في الوزن أو سمنة، ايضا النساء اللي اعمارهن اكثر من 35 سنة، ايضا النساء اللي في ناس بعائلتهن مصابين بمرض السكري، ايضا النساء اللي سبق لهن انجاب طفل ميت او طفل عند وزن زايد اكثر من 4.5 كيلوغرام، ايضا النساء اللي بيعانين من زيادة سوائل الجنين، ايضا النساء اللي اصيبن بمرض سكر الحمل في الاحمال السابقة. فهؤلاء النساء يعني اكثر عرضة للاصابة بمرض سكري الحمل. ومرض سكر الحمل بتسبب عدة مضاعفات للأم والجنين. بالنسبة للجنين يعني خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل ممكن يعمل تشوهات خلقية بالدماغ والقلب، أيضا ممكن يؤدي إلى زيادة نسبة الإجهاض. وبعد الأشهر الثلاث الأولى ممكن سكر الحمل يعمل على زيادة وزن الجنين، وهذا الإشي ممكن يتسبب بتعسر الولادة،
أو بالولادة القيصرية. أما بعد الولادة ممكن يحصل عند الجنين هبوط مفاجئ بالسكر، وعادة بتم يعني قياس السكر عند الجنين مباشرة بعد الولادة، وبتم يعني تعويض هذا الإشي عن طريق إرضاع الجنين، أو ممكن يتم إعطائه مغذي عن طريق الوريد. أيضا الطفل بعد الولادة ممكن يعاني من الإصفار أو اليرقان أو صعوبة بالتنفس نتيجة لعدم اكتمال نمو الكبد والرئة. أيضا ممكن يحصل عند الطفل تشوهات خلقية بالقلب. أيضا الطفل في مرحلة الشباب ممكن يصاب بالسكري النوع الثاني أو زيادة مفرطة بالوزن. تقريبا هاي أشهر تأثيرات مرض السكري على الطفل. أما بالنسبة للأم ففي احتمال من 60 ل 90% ترجع تنصاب بمرض سكري الحمل إذا حملت مرة أخرى. أيضا في احتمالية من 40 ل 60% إنها تنصاب بشكل دائم بمرض سكري النوع الثاني بعد مدة من 5 ل 15 سنة من إصابتها بمرض سكري الحمل. أيضا في احتمال إنه المرأة تنصاب بمرض الضغط بشكل دائم. تقريبا إحنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بأنواع مرض السكري. إن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. بالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. ومنتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.